ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو جديد وفيديو النهارده هيكون ريفيو عن اكتر ماسكارا انا جربتها الفتره اللي فاتت وبهرتني فعلا الحقيقه بنتيجتها وكمان بسعرها. هي الماسكارا دي ماسكارا من ام ان. ده شكل الشيد بتاعها او الباكج بتاعها، وبصوا شكلها من جوه المنظر ده، هي جولد كده. ده منظر الباكج يعني من جوه. الابليكيتور بتاعتها جميله جدا جدا جدا، بصوا حلوه قوي قوي. نيجي بقى للمسكرة دي، انا لما استخدمتها حصل ايه في وش في رموشي، او يعني شفت ايه؟ المسكرة دي فعلا بتطول الرموش، بتكثفها، بتديها كلها فوليوم، بتخلي كده كل شعرايه متسرحه وباينه وظاهره. مهما كان انتي رموشك خفيفه جدا او مش ظاهره تقريبا خالص، هتشوفي منها نتيجه وافكت كويس. انا رموشي هي مش خفيفه بس قصيره، يعني هي مستواها كويس الحمد لله، بس مش طويله قوي يعني لدرجه ان هو تكون بارزه كده واضحه. فعلشان كده انا اللي بيفرق معايا قوي الحاجه اللي بتبين الرموش اطول، فهي فعلا بتطول الرموش وبتخليها واضحه وظاهره جدا. وكمان لما بكون عامله فول ميك اب بيكون الفينش الاخير بتاعها للعيون تحفه جدا جدا، بتبين الايلاينر والاي شادو وبتبين الهايلايتر وكل حاجه بيخدمهم في الاخر كده شكل الماسكرا لما بتسرح الحواجب. ففعلا الماسكرا دي من اكتر الماسكرات اللي انا جربتها الفتره اللي فاتت وعجبتني، الافكت بتاعها قوي جدا. وانت كمان لو رموشك خفيفه يعني ما عندكيش شعر كتير في رموشك، هتسرحهم كده وتدي لكل رمش مقامه كده وتخليه ماسك مكانه كده يعني، وثابت في مكانه وثابت نفسه. فعشان كده هتدي كثافة او عدد كبير للرموش حتى لو كان ده مش حقيقي. فهي فعلا جميلة جدا جدا. كمان الحاجة اللي عجبتني فيها او الحاجة اللي بتفرق معايا عامة في اي حاجة لونها اسود، سواء ماسكرا كحل ايلاينر، هي درجة السواد بتاعتها والطريقة اللي بتشتغل بيها. سوادها فحمي قوي قوي، ففعلا بتخلي الرموش شكلها جميل جدا جدا. كمان لما بتيجي تشتغل مش بتهبهب خالص ومش بتسيح، هي ووتر بروف على فكره. فانا كنت حطاها اصلا يوم حفله التخرج بتاعتي، وكنا الصبح ويعني سحنا تقريبا كلنا من الحر، ومع ذلك هي ما سحتش ولا اتحركت ولا اتاثرت من مكانها. كمان لما بتيجي تشيليها برده مش بتهبب خالص مهما كنت بتستخدمي اي نوع ميك اب ريموفر، هي بتفتل كده وبتطلع على هيئه فتل كده وبريه. ففعلا طريقه شيلها سهله ومريحه جدا جدا، وبعديها بيفضل شكل العين كانك ما حطيتيش عليها اي حاجه. فهي فعلا ما فيهاش يعني تقريبا ولا غلطه، ما فيهاش فعلا غلطه. سعرها كمان مش يعني مش مقارنه خالص بالجوده اللي شفناها فيها، سعرها 40 جنيه بس، فسعرها جميل جدا جدا. طبعا ام ام معروفه ان هي براند صينيه، ودي من الميك اب يعتبر الدراج ستور او اللي هو مش غالي قوي، لكن فعلا الافكت بتاعها عالي جدا جدا مقارنه بسعرها ومقارنه بالفئه السعريه بتاع كل انواع الماسكرا اللي في نفس السعر ده اللي هي تحت ال 50 جنيه. فلو عايزه تجيبي ماسكرا تحت ال 50 جنيه انا انصحك جدا بالماسكرا دي بتاعت ام ان الشيد جولد بالذات، لان ام ان عامله لاين ماسكارات كتير جدا. انا بصراحه ما جربتهمش، لكن صدفه حظي ان انا جبت دي وكانت احلاهم، وفعلا فعلا جميله جدا وتستاهل ان انتوا تجيبوها. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وكمان تنزلوا على الكومنتس اكتبوا لي اي تقييم ليكم او تسالوني اي سؤال، هرد على كل الكومنتات. وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه كتير. سلام.